عايز المطالب في 1 2 3 في تواصل. المطالب هو المحاسبة المجرمين الذين أساءوا للشعب المصري، تطهير القضاء، تطهير الحكومة من الفاسدين، طرد كل المحافظين الذين كانوا سبب في هذا اللي احنا فيه، توافق على 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 قواعد مهمة اللي يضع فيها الدستور، وضع معايير لاختيار الهيئة التأسيسية اللي هتطبع الدستور، وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا ومنعها، إعادة الأمن مرة ثانية، إعادة الاقتصاد لزخمه. إذا طبعا ما فيش فتنة، احنا بنتكلم النهاردة انه مصر دي ايد واحدة ومش هنتنازل عنها ابدا، واللي عاوز يجرح الجماعة الوطنية بانه يفرق بينها هنقف قدامه بكل القوة، لان مصر في وحدتها، قوة مصر في وحدتها مش في تفكك. قيمة الجمعة النهاردة، قيمة الجمعة النهاردة ان احنا استعدنا الثورة مرة تانية. اللي كانوا بيطلعوا في التلفزيون زي مصطفى النجار يقعد يعيط يقول الثورة راحت والثورة بتاع، وهيعمل لنا فيلم عربي النهارده بنرد عليه وبنقول له الثورة اهي. طبعا 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 يا عم لحظة، ثواني طبعا. انا طالب في النهارده ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يطلع بيان يقول لنا ما رايه في مطالب الشعب النهارده، ولو ما طلعش هنجي له يوم الجمعه الجايه. انا شخصيا ضد الاعتصام، ولكن من حق الشباب انهم يتصرفوا زي ما هم عايزين. ايه رايك في الاخوان في زون الاخوان النهارده؟ الاخوان جزء اصيل من الحركه السياسيه المصريه، ولكن المطلوب انهم يبقوا على قدم المساواه مع الاخرين ويرجعوا لروح 25 يناير مره ثانيه. انا ترى موضوع المطلب الدستور اولا لما تنحى الجمع السياسي كله، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، هذا المطلب مؤجل ولكن ما زلنا بنطالب به الدستور اولا، بس مش في المرحله دي، لان الاحداث الاخيره هي دي اللي خلتنا يعني نتخلى مؤقتا عن الدستور اولا، لكن احنا هنطالب بالدستور اولا. بس بالنسبه للمشير طنطاوي، مشير طنطاوي ضروري النهارده يطلع بيان يرد فيه على مطالب الناس النهارده. مش ممكن احنا نبقى واقفين حوالي 1,000,000 واحد ومحدش يقول لنا اي رد على اللي احنا بنطالب بيه، هذا مرفوض تماما. واذا ما ردوش يوم الجمعه الجايه احنا موجودين. دكتور ليه اكثر من منصه؟ اذا قعدنا اسمع، اذا قعدنا بناء مجلس الشعب بالشكل القديم، عايز اقول لك حاجه، سامي مهران اللي ماسك مجلس الشعب ده، امين مجلس الشعب، هذا الرجل عنده 76 سنة، ولما خرج وهو عنده 60 سنة قبض 2,000,000 جنيه نهاية مكافأة، كويس؟ وما زال موجود لغاية دلوقتي، عنده 3 عربيات مرسيدس، عنده 7 سواقين، والشهر اللي فات من ساعة ما اتلغى المجلس لغاية النهاردة بيصرف لأعضاء الموظفين بتوع مجلس الشعب 25 بدل حضور جلسات بنسبة 12% من مرتبات. مين السبب في السفالة دي؟ ضروري نقول وجهة نظرنا وانطهر المكان الأول. يعني بالنسبة للحصانة، حد بيطالب إن ما يبقاش في حصانة؟ ده موضوع، لا ده موضوع مطروح للحوار. الحصانة دي ليها شروط، لأنك أنت مش ممكن أبدا تعرض راجل عضو مجلس الشعب يمثل الشعب، لأنه لكن لو خرج على النطاق ترفع عنه الحصانة. تعرض ليه حضرتك؟ ما قلتش الجملة. ان هو يستفيد، ان هو يتربح او يستفيد او يحابي حد او يتبنى قضايا فظيعه، احنا هنبقى ضده. يا فندم البيت ده مش نازل نايب عني؟ ايوه. ليه؟ احنا عايزين نفس القديم بقى، انا مش عايز يعمل لي ميه، انا عايز الراجل هيراقب الحكومه. احنا عايز احنا حضرتك دوت يتعامل زي. ايوه بس يعني ده بيقول الواد لو كسر اشاره. طبعا حلو، انا يبقى ليه طبعا حصل رأيه. لا ده موضوع اللي انت بتتكلم عليه، وده موضوع اخر. يجب ان هو يخضع للقانون تماما ولا يستخدم الحصانه. يعني ايه حصانه؟ حصانه ان هو لما يقول قضيه عامه ما حدش يتعرض له، بس ده شيء طبيعي. يعني انا لو اتكلمت في قضيه عامه حد جوه المجلس، جوه المجلس بيقدم استجوابات طبيعي يا فندم. طيب هو مجرد ان جوه المجلس يبقى في حصانه. افرض قال لك انا عايز اعمل دوله عسكريه، نسيبه؟ لا طبعا. عايز يعمل دولة دينية نسيبه؟ مش فيه. ايوه، ما احنا هو ده اللي احنا بنقوله، ان عندما يخرج على السياق العام نتكلم على التكالب اللي بيحصل دلوقتي من كل الناس. انا عارف، انا عارف الشعب، انا عارف عارف كل المبادئ دي على فكرة، بس عشان يطمئن قلبك احنا عندنا قائمة كاملة
بكل اعضاء الحزب الوطني اللي ترشحوا في النجوع وفي القرى وفي المدن ومش هنسيبها. طب في سؤال صغير، مين اللي هيوصل الكلام ده للمجلس العسكري ومين اللي هيتابع الكلام ده؟ يا سلام، امال احنا قاعدين في الهوا؟ أيوة. هم قاعدين يسمعوا فاتحين. طيب. هم فاتحين دلوقتي وهنتواصل معاهم، عملتوا ايه وقلتوا ايه وسويتوا ايه؟ في متابعه يعني؟ اه طبعا، واحنا هنسيبهم. يا سيدي الفاضل، دول جايين يحموا الثورة، ومحدش ابدا يدلعهم ولا يطبطب عليهم. لما يخطئوا نقول لهم انتوا اخطأتوا، لما يقولوا كويس نقول لهم انتوا اخطأتوا. انه استمع.